تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عمرو الجرجير او ابو لمعه الجرجير، سيبك من انه لاسع، سيبك من انه رايحه منه، لا ده عنده حقد وكره دفين للنادي الاهلي، غيره وحرقان غير عاديه من النادي الاهلي. عمرو الجرجير حصلت بينه وبين علاء عزت الصحفي المحترم الاهلاوي خناقه على الهواء بسببين. اول حاجه بسبب ان خالد فطوطه كل دقيقه والتانيه القضيه ممكن، القضيه ممكن، القضيه ممكن، عنده هيسس اسمه القضيه ممكن من ساعه ما قفشه رزع لهم القضيه في الحته الفاضيه. ولما الشوالي طلع القضيه ممكن وعملت حرقان وجنون لدى الزملكاويه، فعايزين ينسوا الاهلي كلمه القضيه ممكن، فخالد فطوطه يطلع يقول لك القضيه ممكن، القضيه ممكن. جول تبقى مثلا في كوالالمبور جابه في هندوراس يقول لك القضيه ممكن. كوره ملهاش اي لازمه الجول بيلعب مش عارف مع ابو عجوة يقول لك القضيه ممكن. اي هبل في الحماده، لكن ده مش مهم. المهم يقول لك فين البطولات اللي انتوا رايحين تحتفلوا بيها؟ النادي الاهلي هيحتفل بايه؟ وتحتفل ما تروحوا تحتفلوا بخوفه. طيب انا مش هطول عليكم، هنطلع ونسمع ونشوف ابو لمعه الجرجير وهنرد عليه، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابو لمعه الجرجيري وخناقته مع علاء عزت ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. إدارة الأهلي، هل هتبص للملف ده بشكل مختلف بعد هذه المباراة؟ بالتأكيد يا كابتن، بس كابتن سيف حضرتك بتتكلم على إن كان باقي مثلا 40 ثانية والنادي الأهلي كان متقدم، يعني صح. يعني أنت حضرتك بتتكلم على إن باقي 4 ثواني والماتش انتهى والجون الزمالك أحرز هدف الفوز، بس كل بغض النظر الزمالك كده يعني حتى في الكورة في أفريقيا كده. بالمناسبة يا كابتن أنا بتمنى من إعلام نادي الزمالك بجد يعني ومن السوشيال ميديا نادي الزمالك لما تيجي تحتفل، لا لما تيجي تحتفل في اعلام النادي الاهلي اسمح لي واحده، انا بس بتمنى من اعلام نادي الزمالك والسوشيال ميديا نادي الزمالك لما يجي يحتفلوا بطولتهم يبتكروا، مش لازم ياخدوا حاجه ملك او حقوق حصريه للمنافس. اصل ما ينفعش، اصل هتقعد تقول القضيه ممكن دي 20 سنه ما حدش هيسمعها ولا حد يصدقها، لان خلاص دي بتاعت النادي الاهلي. انت عايز تقول الحقوق الملكيه الفكريه محفوظه؟ يعني بص يا كابتن، اصل ما ينفعش بجد تجيب جون في الدوري يقول لك القضيه ممكن، تجيب جون مش عارف في السله تقول القضيه ممكن، تجيب كابتن ابتكر. انا بطالب اعلام نادي الزمالك ابتكر، بطالب السوشيال ميديا ابتكر، لان خلاص بقى النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيوثقها بعد كده في اغنيه ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله، وساعتها بقى مش عايزين نسمع كلمه القضيه ممكن تاني اللي يضحك النادي الاهلي. قصدي حضرتك النادي الاهلي، انت حضرتك قلت الزمالك، لا النادي الاهلي هيوثقها ان شاء الله باذن الله في احتفالاته يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. فوالنبي كلمه القضيه ممكن يصحى من النوم يقول لي بجد هو النادي الاهلي، ناخد بس الاول خبر، عامل احتفاليه يوم الثلاث؟ ان شاء الله باذن الله احتفاليه كبيره جدا جدا، الاحتفال بابطال بالتسعه بالتسعه والعشره ان شاء الله. يحتفلوا بيه بقى بالتسعه والعشره، هما اللي فكروا بقى الصبح الافريقي بيحتفلوا بيه. صحيح، لا حضرتك بيحتفلوا بيه فعلا، بيحتفلوا بايه؟ التسعة، عارف التسعة؟ انا نسينا الكلام ده، كلام انتوا بتتكلموا عن بتنسى انت بتنسى. طب والنبي ما تنسيش تحتفلوا بخوف ومعاك النجمة العاشرة، خوف وخفرة. التسعة القضية ممكن طبعا اللي احنا ما احتفلناش بيها، هنحتفل بالعشرة بالسوبر الافريقي بكاس مصر بكل البطولات اللي احنا خدناها على مدار التاريخ. على مدار التاريخ كام بطولة السنة دي؟ 6-1، 6 بطولات، 6-1 السنة دي. ده فين ده؟ عد يا عمرو، عدت طبعا. انت لا عد انت، اتنين دوري ابطال افريقيا. فين اتنين دوري؟ هو في موسم في اتنين دوري؟ لا انا بتكلم على الموسم ده، على الموسم يعني هو في موسم في اتنين دوري؟ عمرو ماشي على طعم اتنين، ما هو بيقول اتنين دوري. اتفضل عايز الموسم من اول امتى كسب؟ يعني السنه دي اصلا. لا عندكم الموسم مطاط، الموسم امتى بالظبط؟ اتفضل عمرو، انت لعبت اتنين دوري ابطال افريقيا عمرو في 7 شهور. فطول اتنين دوري ابطال افريقيا؟ سوبر افريقي في بطوله في ده؟ ايوه في موسم في اتنين. لا الموسم في بطوله واحده يا عمرو، ده حاجه يا جماعه انتوا بتعملوا قانون محدش سمعه غيركم. لا 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 الموسم فيه بطوله واحده، يعني ازاي موسم فيه اتنين ابطال؟ هو الموسم ده ملتحم. ملتحم ان شاء الله. 5 بطولات وعندنا بروزيت كاس العالم طبعا. دي بروزيت هي دي بطوله برضه؟ بروزيت كاس العالم مش بطوله؟ البطوله دي برضه؟ ما انت تحتفل بمباراه اليوم الواحد، بتحتفل بتعملها بطوله؟ ايه ده؟ يعني سوبر افريقي مباراه من يوم واحد، ساعتين مباراه، عمرو ساعتين. امال انتوا خدتوا بطل القرن زي ما بتقولوا ازاي؟ يا استاذ عمرو لا بلاش 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 ما تزعلش. كاس العالم ميدالية يعني انت ليه بتحتفل بالميدالية؟ مبروك تمام صح، انا بنصح والله العظيم لا في روح رياضية. لا لا مالهاش علاقة بالروح، انا لازم لابد احنا مش على فكرة مش ضد، بس يعني كم الحرقان اللي عنده من النادي الاهلي؟ قال له انت هتحتفلوا
بطولات، فين البطولات اللي انتوا حققتوها دي في موسم واحد؟ مش كان في حاجه اسمها تلاحم مواسم؟ الاهلي في سنه واحده حقق 2 دوري ابطال افريقيا، ومحقق دوري، ومحقق كاس، كاس مصر، وسوبر مصري، وسوبر افريقي. بس عشان النادي الاهلي ما كانش عنده وقت انه يحتفل، بيلعب افريقيا وبيلعب الدوري، خد افريقيا ورجع على الدوري، بعد كده راح كاس عالم انديه حصد مركز ثالث، بعد كده كاس سوبر مصري، كاس سوبر افريقي. كل ده تلاحم مواسم. النادي الاهلي معرفش يحتفل ببطوله، ولا يعني يتصور صوره جماعيه باللعيبه مع الكؤوس اللي اخدها والاحتفالات اللي عملها مع لعيبته ولعيبته وصاحبه انجازات مع النادي الاهلي. طيب انا فكر عمرو الجرجيري بشيء. فاكر عمرو الجرجيري لما انت كنت بتطلع انت وهزاز الرؤوس مع مرتضى، ومرتضى يقول لك نادي الزمالك مع مرتضى منصور حقق 6 بطولات او 7 بطولات في شهر واحد، او في 5 شهور، او في شهرين. ايه البطولات دي يا كابتن مرتضى؟ كاس السوبر المصري السعودي، عمل المباراه الوديه دي بطوله وعملها كاس. الكونفدراليه، كان واخد الكونفدراليه قبلها بسنتين في 2008 في 2018، والكلام ده كان اللي كان بقوله لك ده في 2020، تمام؟ 2020 يقول لك ايه ده، الزمالك حصل على كاس مصر وكاس السوبر الافريقي والكونفدراليه، جمع بطولات واخدها في 4 سنين او 3 سنين متتاليه، عملها ان هم واخدهم في شهرين. وانت كنت بتهز راسك يا استاذ جرجير، ولا حضرتك نسيت؟ هاخدك من النادي الاهلي بخليك ان انت ما تتكلمش عن ناديك خالص، بتتكلم عن النادي الاهلي فقط. النادي الاهلي حاصل على 2 دوري ابطال افريقيا في موسم واحد، حاصل في موسم واحد على كاس السوبر المصري وكاس المصر او كاس السوبر السعودي، السعودي كاس السوبر الافريقي، كلفوا عليا ولاد الايه دول، كاس السوبر الافريقي. عندك النادي الاهلي حصل على الدوري الموسم اللي فات، ما انت عندك تلاحم مواسم، موسم طبخ في موسم. هتلاقي ان انت في موسم واحد حققت 6 بطولات، 6 بطولات. يعني افتقدت الدوري المصري الموسم الحالي، ولكن الموسم الماضي اللي هو في نفس السنة، ما انتوا ناسين ان الدوري كله تأجل ودخل على السنة التانية او الموسم التاني. يعني الناس كل المواسم ابتدت واحنا اللي قاعدين مستنيين الموسم يبتدي، الموسم بتاعنا ما ابتداش، عدى 3 4 اسابيع ولا 4 اسابيع في الدوريات الاخرى من الموسم الجديد، احنا بنتكلم لسه في الموسم اللي فات على انه الموسم ده. فاللي انا عايز اقوله للجرجير، يا استاذ جرجير، الحرقان اللي عندك، سيبك من الهبل اللي عندك او الاستعباط او العبط او انها رايحه منك، ولكن حرقانك من النادي الاهلي مش هيفيدك بشيء. ما هو انت وخالد فطوطه انتوا الاثنين فوله واتقسمت نصين. يعني لما ربنا وزع العبط على العالم كله، انت طمعت في العبط كله وخدت النصيب الاكبر انت وخدت فطوطه. ما هو ربنا بيدي البني ادم جزء من الذكاء، جزء من خفه الدم، جزء من الشخصيه، جزء من اللباقه، جزء من الطله، من الكاريزما. انت خدت كميه كبيره من العبط اللي المفروض تتوزع على البشر كلها بالتساوي، انت خدت اكبر نصيب انت وخدت فطوطه. انتوا الاثنين اخدتوا اكبر نصيب من العبط اللي المفروض يبقى موجود عند العالم كله. فانتوا بصراحه انتوا الاثنين عندكم كميه عبط غير عاديه، انت وخالد فطوطه. فلو هتفضل بالشكل ده كتير، انت عقلك هيطير من النادي الاهلي. النادي الاهلي سيبك انه دعم صفقات وانه جاب لعيبه وكده، لا، النادي الاهلي وموسيماني اتعلم الدرس. موسيماني كان فاكر ان انت حققت دوري ابطال افريقيا مره او اتنين، رحت كاس العالم، خلاص هتفضل عايش على ذكرى الكلام ده. راح موسيماني قال انا فوجئت، لقيت ان الجمهور بيهاجمني وزعلان ان احنا ما كسبناش الدوري، على الرغم ان انا مع فريق السابق كنت بفوز بدوري في 2018 واسطوره عندهم من 2018 وما خدتش دوري بعد كده. يعني النادي الاهلي وجمهوره يعني عطشانين وجعانين بطولات، حتى لو هم لسه عندهم بطولات قد كده 200 مره. مش بناخد الدوري بنفضل نهلل، ولا ناخد بطوله من مباراه وهميه، ولا بطوله من كاس وهمي، ولا بطوله بالتحكيم، ولا بالفار، ولا بدفع من كابونجو كاسونجو، ولا من كوره خالد اسمه ايه ده جن شرقت بالكوره
هو جول ما تتحسبش جول. ده احنا لو ورينا الفضائح التحكيميه دي للفيفا، الفيفا تقول للنادي الزمالك ده نص بطولاته ولا ثلاث اربع بطولاته او انت. خالد فطوطه بيطلع يهبل زيه زي الجرجير بالظبط. قدرنا ان احنا نرد على الناس دي؟ قدرنا. ما احنا لو في ناس عاقله تتكلم بالعقل والمنطق هنطلع نرد عليه، زي ما الواد قبل كده على فيفا قال لك ايه نادي الاهلي يطلع يعيط وردين عليه. من بعدها قالوا له روح لامك، دي كلمه تقولها في قناه نادي الزمالك. فتم انهاء التعاقد. لان اصلا حتى ما هو الناس عايزه ايه؟ عايزه زي الصحافه يا جماعه لما كانوا يقولوا كلب عض راجل ولا راجل عض كلب، ان الخبر اللي هيشدك؟ طبعا التاني اللي هو راجل عض كلب، اللي مفيش حد بيعض كلاب. فهم ماشيين بمبدا الراجل اللي عض الكلب. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش ادعمنا بلايك وتشترك في الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي. السلام عليكم.